70. إجابة خاطئة، 71%. شكرا لك، ويروح عليك الدوار. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية، الأسئلة البديهية، أسئلة السرعة. هي فيها خدع، إذا اشتغلت عند اللبن ما راح أتكلم، تعتمد على أسرع واحد يجاوب. طيب بدينا؟ بدينا. استعنا بالله. السؤال الأول، ركزوا معي كنترول، شوفوا اللمبة. سؤال سرعة، من هو الشخص الذي مات ولم يولد؟ الوقت انتهى. السؤال، السؤال الثاني، البديهية ترى ثلاث أسئلة، يعني يمكن يجاوب عليها واحد منكم، يمكن يجاوب كل واحد واحد. السؤال مسلط، لا تحط عينك على أحد، تراني سمعت صوت من هنا، ثاني مرة بسمع الخروج. السؤال، ما هو الشيء الذي يتحدث دون أن يسمع أو يرى؟ تضغط لمبة وتجاوب. ما هو الشيء؟ أيوة، يتحدث. أي نعم، يتحدث دون أن يسمع أو يرى. جماد أو يعني بسرعة جاوب. سماعة جاوب. يطلع سماعة. يطلع. خطأ، إجابة خاطئة. تتحدث تتكلم. طيب طيب كذا، ها عضك بالكنترول. إذا إجابة صحيحة لأحمد العوض. شوف السماعة أيضا. السماعة 200 نقطة يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله. السؤال الأخير في السؤال الأسئلة البديهية، وأحمد عوض لازال في المقدمة. السؤال الثالث، ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ ها هد اللعب، حط عينك بعيني. انتهى السؤال. إذن كان الجواب هو العمر. متوترين متوترين، معذورين. يلا يلا. طيب الآن ننتقل إلى الفقرة